شهدت محافظة شمال سيناء إجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد. وأوضح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن 561 شخصا تقدموا للحصول على الوحدات السكنية، من بينهم 478 من مركز رفح و83 من مركز الشيخ زويد، مشيرا إلى إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي في المباني التي يجري رفع كفاءتها.